الموضوع البعدي موضوع الابدومينال الماس بشكل عام. شو المسكن كلوز اوف بينلس ابدومينال الماس عند النيو بار؟ هو هادرين فروزس. هذا السؤال يجي اكثر مره في الامتحانات. مسكن كلوز اوف بينلس ابدومينال الماس عند الانفنت اللي هو يعني اول سنتين في الحياه، نيوروبلاستوما. مسكن كلوز اوف بينلس ابدومينال الماس عند الشيلدرن بعد عمر السنه، او بعض الكتب كاتبه بعد عمر السنتين، بلاش عمر السنه، بعد عمر السنتين. الجواب هو ويلمز تيومر. ويلمز تيومر اللي هو نيفروبلاستوما، هذا بعد عمر السنتين اللي هو يعني بمرحله الايرلي شايلدهود او بري سكول ايج. هذا يكون غالبا نيفروبلاستوما اللي هو ويلمز تيومر. وموسكون كوز عند الانفنت اللي هو اول سنتين بيكون نيوروبلاستوما. وموسكون عند النيو بورن عند حديثي الولاده اول 7 ايام بيكون الهادرن فروز. هذا موضوع الابدومينال ايش ماس. الاورال كافيتي والاشياء المتعلقه بالاورال كافيتي، طلعوا وايت باتشز اذا لقيناهم، وايت باتشز على براون ديسكلريشن للتيث، وايت باتشز تو براون ديسكلريشن للتيث. هاي سببها الهاي فلورايد، فلوروزس بسموها، هاي فلورايد كونتنت ان ذا ووتر. براون يلو اذا كان براون يلو ديسكلريشن على التيث، اند هايبوبليزيا اوف ذا تيث. هاي تيبيكال سايد افكت للتترا سايكلين اذا البيبي اخذ تترا سايكلين. ذاك الاطفال تحت عمر 13 سنه ممنوع يعطيه تترا سايكلين. ليفت ليب اند ليفت بلات بنشوفها بالدي جورج سندروم، داي جورج سندروم، ونلاقيها في ترازم 13 زي باتاو. غالبا بتكون اوتوسومال دوميننت كومبليكيشن، غالبا الكومبليكيشن لها اتاكس ميديا، ريكرنت اتاكس ميديا، هيرنج لوس، سبيتش بروبلم، اند فيدنج بروبلم. التريتمنت لها سيرجري طبعا. الكليفت ليب متى بنعملها؟ على 3 اشهر اللي هي على الرول اوف 10. رول اوف 10 لما يصير عمر الطفل اللي هي 10، لما يصير عمر الطفل 10 اسابيع، لما الطفل يصير وزنه 10 باوند، ولما يصير الطفل الهيموجلوبين عنده 10. اي متى بتصير هذا الشيء كله؟ بصير غالبا على اللي هي على تقريبا شهرين ونص 3. فبنعملها على 3 اشهر. الكليفت ليب بنعملها بين السنه والسنه ونص غالبا. هذا اللي هو موضوع الاورال كافيتي والاشياء المهمه في موضوع الاورال كافيتي والابدومينال الماس.